يحزن دمشق وينزل قاسيون عن عرشه مودعا قامة فنية سورية أثرت المكتبة الموسيقية العربية بعشرات الألحان، حيث رحل الموسيقار سهيل عرفة مساء يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من أيار عن عمر ناهز 83 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وشويع جثمانه الطاهر من جامع لالا باشا عقب صلاة يوم الجمعة. قال لي أنا خايف كتير. قلت له من شو خايف؟ قال لي خايف على الأغنية السورية. هذا ما حدا بيقوله، يعني واحد عم بيعاني سكرات الموت ما بيفكر بالأغنية السورية إلا إذا كان كبير وعظيم، إلا إذا كان بيحب بلده بشكل حقيقي فعلا. الأستاذ سهيل فقدنا جسده لكن لم نفقد تراثه الإبداعي والفكري. هذا الأثر الكبير اللي تركه رح يبقى بالذاكرة السورية الفنية، لا بل بالذاكرة الإبداعية العربية أيضا. سهيل عرفة قبل أن يغادر سئل عن أقرب صديق فقال: صديقي اليوم هو كل جندي يقف على الثغور ويدافع عن تراب الوطن. أكيد والعربي الأستاذ سهيل قدم كتير للعالم، وخسارتنا أنه كل يوم عم نفقد حدا من كبارنا، كتير شي بيقهر وكتير شي بيزعل، بس هذا قضاء وقدر. هذا صديق عمري، هذا صديقي وحبيبي وزميلي وأخي، ما بتتصوري أنا وقت كنت روح لعنده على البيت زوره. هذا هلأ كنت عم بحكي مع أمل بنتي عم قل لك كنت حس الحنان بقلبه. سهيل عرفة واحد من الناس الكبار، أنا كنت سميه دائما صاحب القلب المفتوح واليد الممدودة، دائما كان يبحث عن مين بده مساعدة لحتى يساعده، شخص قليل من أمثاله. الأستاذ سهيل عرفة كان سفير سوريا إلى كل العالم، كان سفير النغم والفن واللحن والعطاء والإبداع والتواضع، كان سفير للبسمة، سفير للأبوة، إنسان رقيق جدا. تعاون الموسيقار سهيل عرفة مع كبار المطربين فكانت بصمته الفنية مؤثرة لتدخل ألحانه الوجدان العام وترددها الجماهير العربية في كل مكان، وليوار الثرى في مقبرة الدحداح إلى مثواه الأخير في دمشق.